على سلامتكم في حلقة جديدة من دبارة تونسية على قناة الحوار التونسي. اليوم حلقتنا باش تكون من عاصمة الأغالبة بلاد المقروض يلل على القروين، وين باش نقضيو من أم جي وبرخص لسويم. احنا عرفناهم في المسلسلات، لكن حتى واحد فيهم ممثل دور الطباخ. باغ كونطخ اليوم باش يذوقونا من سيبيديهم هانا الفهري ومحمد مراد المتشاركين معنا في دبارة تونسية. قبلوا التحدي وكل واحد منهم يقول أنا اللي باش نربح اليوم، كنكم عليا ماذا بيا نربحكم الاثنين. لكن تعرفوا ما عنديش كلمة قدام شيف طاهر ودكتور مريم توكيدري. عسلامة شيف. عسلامة مريم. دونك نبداو في ديغوستاسيون باش نجمو نعملو لايك. طيب بيان سور. تفضل شيف. شنوا شهيناكم وكانت راهو ما بنها، أما زعما شكون فيهم باش يربح اليوم؟ يا ميمتي من الغزرة بركة تخوف. الي كوراج هنا ومحمد حاضرين باش نبداو المسابقة، وما تنساوش نحبوا الجو وخاصة الروح الرياضية. بون شانس. عسلامة، أنا اليوم جيت الام جي قروين معكم هاني الفهري باش نطيب لكم منيو بنين ورخيص يتكلف أقل من 20 دينار. دونك تابعوني باش تشوفوا القضية نتاع اليوم. معكم محمد مراد، اليوم جينا الام جي قروين باش نقضيو قضية دبارة تونسية. منيو الأربع بيت أقل من 20 دينار، تابعوني. دونك بيوسك احنا في القروين، دونك كلمت عزيزي باش يجي يعاوني خاطر يسكن هنا هو، دونك باش يعاوني باش نختار الخضرة والقضية كلها. توا باش ناخذ الشامبينيون فري فما في ام جي. نبداو بالسفناريا. فوالا شامبينيون فري. هذايا البيتراف. هذا البصل. سلاد فخوي باش ناخذ شويه غله. ناخذ تفاح كبير ولا صغير؟ أي جد ودبر علي عاد ظهر فيه مش متعود على القضية. باهي برا ناخذ كعبتين منا، ثلاثة عوينا. توا نتعدى نوز الخضرة نتاعي. عافية واحدة في البركة. دونك هذايا سي بون بوغ الغيون نتاع فخوز ليغوم. ميرسي عاشك نهار جديد. عسلامة سيدي، عايشك. 50 غرام زيتون أكحل مقصوصة و 50 غرام فلفل أحمر برابيط. لا نقحصت ب 50 غرام للغسيل. ميرسي. تعلمت عليك أنت تطيب. إي قبل أخي. مارس عليك، أشكرك، عايشك. ميرسي عايشك، نهار جديد. سلامة. دونك توا عزيزي بيمشي يقضي هو قضيته على روحه بتاع داره هو، وانا باش نكمل نقضي الدبارة التونسية. نتقابلوا مع بعض. ميرسي عايشك، نهار جديد. ميرسي. السلام عليكم، يعطيني هذوما اربع كعبات. عرفت وين تهزك ساقيك يا هناء للكادوات اللي يستناو فيكم كان تربحوا معنا. يا هوما راس الهوب. 7500. هاي مريق لاي، هاي تبارك. مارس عليك، عشوائي. أخلت عادة يا محمد، أخلت. خليني نوريك الكادو اللي تنجم تربحو زيادة. مش قاولك؟ أي عاد نحاسبك من بعد على المنيو. دونك وين الفحم؟ بيان سور بخيل. وهل يخفى القمر يا هنا؟ لا هنا لا والو. زعما تقول أنت إن شاء الله يا محمد، أما تبع المرة هذي هنا وما تنساش البخيل. ونكملوا معاكم الدورة في ام جي القروين، وجايبها لي وقاية الكاسة. هاي مدونا كالكارت فيديليتي. عسلامة، عايشك. شنو فرختوها الام جي؟ عندكم الحق، حتى هي القضية فيها تحلى كل ما تستحقوه موجود. أما إن شاء الله بركة حسبتوا مليح، البرانسيب دو جو عرفتوه، ما تصرفوش أكثر من 20 دينار. زعما حاطقين هنا ومحمد؟ عتاو نشوف. عسلامة، ميرسي. سلامة. وهذه قائمة مشتريات محمد. خذا البيت خاف، لوراتا الفريشكا بيان سور والرومان، والقضية جاتو قد 20 دينار.
وهذه قائمة مشتريات هنا فيها العدس، الدجاج، العظم، والحسبة كانت 17 دينار وشوية صرف. هوني نقولكم في مرحلة أولى بغفو نقصتوها، توا صحيح الكوجينة والتطيب جمهوركم يتفرج، ما نوصيكمش عادة ولا جنا حضرك العادة باش تقول كلمتها. عسلامة شيف. عسلامة مريم. دونك نبداو في الديجوستاسيون باش نجمو نعملو ذلك. اي بيان سور. تفضل شيف. هنا ومحمد العين في العين، كل واحد فيهم يقول انا اللي باش نربح، انا اللي باش نروح اليوم بكادوات روسيل هوبس. حلقه سخونه ومنافسه كبيره، والروح الرياضيه الحق كما تراو موجوده بالضحك بالقوه. نحبوكم تربحوا ملا بون شانس. ورجعنا لكم في دبارة تونسية، معانا اليوم زوز ممثلين محمد مراد وهنا الفهري، هما اللي باش يذوقونا من تيبيديهم. وهذه قضية مراد نبداو معاه. اهلا بكم وسهلا بكم. دونك بعد ما مشينا قضينا جينا الكوجينة باش نطيبوا، مادام احنا في عصر السرعة دونك باش نزربوا على الاخر، دونك لازمنا نبداو بالروز اللي هو اكثر حاجة ياخذ وقت نورمالمون. لا ظهر فيك خبرة في الكوجينة، خلي نشوفوا هنا يا ميلا. او كيما تراو كل ما تستحقوا موجود، حاضر باش. مرحبا هنا. عسلامة. بعد ما مشينا قلينا من ام جي توا تعدينا للكوجينة باش نحضر لكم من المنيو تاعنا. باش نعمل موس شوكولا ولي وموس شوكولا نوار، بعد نزينهم الزوز في الكوب باش نستحق شوكولا نوار وشوكولا ولي. فوالا نبدا نحط الشوكولاته في اللي نذوبوها، نحطها في الباماري ما يغلي ولا هكا لو طون اللي هي قاعده تغلي. باش نحضر البلون نيج، نجيبو العظم. العظم باش نقسموه الاصفر وحده والابيض وحده. ترى ورينا تقد روحك فيها. اي والله برافو عليك يا هناء معلمه. ناخذ طرف زيت، زيت يسخن، ونحطو زادا ماء يسخن خاطر الروز يطيب بالماء السخون. به باش نربحو الوقت باش نفوحو الحوت نتاعنا. ناخذو ملح بدا يشيح شوية الظهر هكا. عنا ملح، عنا اللون الأحمر ما نسميهمش يهبط ما برما برشا. ناخذو الأصفر. كركم اسمه. كركم. كركم اسمه. كركم. تحط كل شيء كان تاع البلاد نعرفوا كان بالريحه خاطر هنا. نحطوا هذا هكا، نحط اغزر ريت محلوله الحوته هكا محلوله من هنا. دونك ندخلوا فيها الرفاح. بيان سور غسلت يدي قبل ما نبدا اقسم بالله. دونك نبداو نعملوا لها هكا بالكدي بالكدي تراك ترف جوها به. معاكم كعيبتين مريقلي. دونك فوالا الابيض نتاعنا حضر اللي باش نخلطوها في موس الشوكولا. توا نجي نتفقد الشوكولاته نتاعي اللي فوالا جا ذابت. توا باش نحطو شطر الكونتيتي نتاع الاصفر، هما اربع عظميد. دونك توا نحط عظمتين مع الشوكولا ولي خاطر العظمتين الاخرين باش نعملوهم نفس الطريقه مع الشوكولا نواغ. فوالا هاكا الاصفر يطيب مع الشوكولاتة. اي فوالا هاكا ولا كيل كريم. ربي يهديك هنا، ناقصين احنا كالوريات وزيد حللنا الشاي بالشوكولا. ابارامون بدينا تستاهل خنبطلو على خاطرها الريجيم. كيف كيف زيد اشتر الكونتيتي متاع البيض العظم، اشتر الكونتيتي متاع باش نخلطو البلون نيج. ما نخلطوهش كيما يجي خاطر فريمون تطيح الموس. نخلطو هكا بريباراسيون تاع الموس الشوكولا. دونك فوالا هكا. دونك هيدي فوالا نحطوها في الفريجيدير تبرد ونحضرو الريباراسيون الثانية اللي هي بالشوكولا نواغ. فريجيدير. دونك كيما نقولوا عندنا هكايا روز فوليوم روز، ناخذوا 3 فوليوم نتاع ماء. باش نعمل اول حاجه باش نحطوا الروز في الزيت
باش ناخذوا مغرفه لوح، خاطر بالحديد تتقرقش لوحدها تولي تصايب فيك الحاسيب. باش نحطوا معاه الكركم، الكركم اللي هو الاصفر. ترفعتيه ترفعتيه ترفعتيه، نرجعوا هوني، نبداو نقليه ونقليه ونقليه للصباح. كيف نخليو الشوكولاتة تذوب من بعد نحطو العظم؟ دونك هكا كيف الشوكولا متاعنا ذاب، نجيبو الأصفر العظم. كيف كيف تاع دقيقتين ثلاثة دقايق ونطفيو عليه. توا باش نكملو بريباراسيون دو نتاع الموس الشوكولا نتاعنا، نجيبو بلون نيج، كيما خليناه بكري الروز بدا يحمار شوية ويبيا، معنتها سي بون بدا يتقلى. توا نحطولو الماء. دونك كيما بكري كيانا بهذايا، توا كيف كيف باش نكايلو بهذي. دونك ثلاثة مرات الفوليوم نتاع الروز، هذي واحدة. الله، هذي اثنين وهذي ثلاثة. باهي، هذا جو باهي. نقص عليه الغاز. فوالا توا كملنا البريباراسيون الثانيه، الفريجيدير تبرد. وانا كيما قلت لكم الديسير اللي هو موس وشوكولا بالبنان، البنان خليوها في الاخر بالكل، خاطر الغله كيف نحلوها ماذا بينا ناكلوها توت سويت. دونك توا نتعدى نحضر لكم البلا. تو نتعداو للونتري، لونتري سالاد دو بيتراف وسفناري مع بعض. دونك باش نبداو بعد ما قشرنا البيتراف. دونك هذا البيتراف نتاعنا. تو باش نتعداو للسفناري. ريتو قداش تسهل القصان غوسيل هوبس، تستحقها كل حرة في كوجينتها. هاكم ريتو حتى المنظر يجي مزيان على الاخر. انا حطيت العدس يغلي في الماء خاطر يلزمو شويه وقت. دونك فوالا العدس نتاعنا باش نحضروا به الفلوتي دو لونتي. مادام قاعد العدس نتاعنا يطيب، باش نبدا نحضر البيني. دونك نبداو عنا الدجاج، باش نصمتو شويه باش ينحي السفوريه نتاعو وكل شيء. دونك فوالا نحط شويه ورقتين رند، كل واحد كيفاش يحب، يعني تنجموا تحطوا زعتر كليل فوالا، المهم حاجه هكا باش نفرح بها. الدجاج نتاعي يتصمت فوالا، نغطيوه نخليوه يتصمت نتاع حكايه درجين ربع ساعه. بعد ما يطيب نبداو نحضروا البلان نتاعنا. دونك توا باش نعملوا الفينيغريت نتاع السلاطه. الفينيغريت باهي، نحطو في خل، نحطو ملح، نحطو فلفل أكحل، دونك نزيدو شوية قارص، ولا قولهم باش تخلطو من بعد مش مشكلة. نزيدوها خلطوها، بعد ما صمتنا الدجاج توا هاو طاب فوالا محليه. شوف كيف حاضر، باش نتفقد العدس. فوالا العدس نتاعنا قريب يطيب. دونك توا نحط الخضره نتاعو والفاح نتاعو.
نضيفها اللي هي كابتن طماطم. طماطم نحط البصل الاخضر، زيد نحط هنا كيف قريب الطيب باش يقعد يعني يخلي الجو يسر بنين تاع البصل الاخضر، ولا شويه ثوم، ولا ثوم شويه ملح زيت. دونك تو باش نحطوا الحوتات بعد ما الزيت نتاعنا سخن. نورمالمون باش نعمل تش تو عاد على خير كما قلت لكم. دونك نحطوهم هكا شوهم بالي. اونتخ تون الروز قريب يطيب، قريب هذا نزيدو 30 سكوند ونسكروا عليه خاطر شرب الماء نتاعو. حطيت الماء اللي باش نصمت فيه المقرونه، هاو قريب يغلي باش نبدا تو نحضر الصوص بتاعي. نجبدو انا نحب الطيب ديما هكا في مقله اسرع و في ساعات سهل. دونك انا نطيب في البارد، يعني ما نحطش زيت وما نحطش زبده خاطر هكا تبدا صحيه خير، وزيت ما نحطه في الاخر. وما دام انا في السويت نتاعي في الغوسيت نتاعي حتى كريم فريش، دونك مانيش باش نحط لا زيت لا زبده. تشوفوا تجي بنينه برشا زيده. نحطوا دجاج، شامبينيون، ديما خذوا شامبينيون فري يبدا انفع، ولا سبنيخ، معدنوس، ولا خلطوهم. وكما قلت لكم الروز نتاعنا طاب، انا يعجبني كي نحط له شويه جبن، شويه جبن اون كوب. دونك ناخذ جبن خاطر يذوب في وسطه يعطي مطعم بنين على الاخر. وزيدوا شويه مايس. تو نخلطوا. دونك الروز نتاعنا ذا يحضر. تو قعدنا الحوتات، الحوتات نقلبوهم. الحوتات نتاعنا حضروا، قعدنا كندريساج نتاع السويت نتاعنا. فلفل اكحل ولا نحرك بيه. تا نحطو الكريم فريش، برشا يخافوا منها الكريم فريش، يقولك تسمن. اي وهي تسمن راهو، اما تبنن زاد الماكله، دونك ما في قداش ناكلوا منها صحه وبشفاء. ما يسالش ما نكثروش بركه. باش نعطيها شويه هكا توزويزه، نحطوا شويه فلفل برعبيد مقصوص، اون بلوس يزيد يزين فقد الماء نتاعي، ولا الماء ولا يغلي. نحطوا المقرونه نتاعنا، باه توا باش نتعداو للموس شوكولا. نحطوا الحليب، فوالا نحطو بريباراسيون تاعنا. الحليب ماذا بيكم، مش ماذا بيكم، لازم يكون بيت لينا ما تطلعش بالكدا. دونك الموس الشوكولا نتاعنا حضرت، طيب باش نفرغوها. طلعت، اما ماذا بيكم الحليب يبدا ابرد مع تبرد بالكدا. توا نتعداو للكريم شانتيي. باهي نتفقد الفلوتي اللي هو طاب سعيد في الكاس، ولا تفينا. وحضرت دغيساج نتاعو انا باش نقدم الفلوتي مع
تنجموا مع الخبز نورمال، تحبوا بان دومي. انا اخترت الباغيت نتاعنا قصيتها هكا، حطيتها في الفور باش نحط معها شويه سفنيريا وفاقوس، حطيت لهم شويه خل تفاح مع شويه زعتر، هذم اللي باش نزين بهم الفلوتي نتاعنا. نقعد باش نحركوها تك تك. الكريم شانتيه نتاعنا قريب تحضر. الكريم شانتيه نتاعنا حضرت. دونك توا قعدنا كان الدريساج. فوالا، من سلطة البيتراف وسفنديريا للحوتة المشوية والديسير بنين، اكمل منيو محمد. المقرونة نتاعنا كيما تشوفوا حضرت، نحطوها توا مع الصوص. نزيدوا هكيكة دقيقة مع الصوص في المقلة، تخلطوا بالقداء. ونتعدى باش نرحي الخضرة متاعي، ولا الخضرة متاع الفلوتي حضرت كما تشوفوا، حطيتها في الميكسور. باش نحط الكمون، كما قلت لكم الكمون يتحط في الاخر. نحطوا شوية زيت زيتونة، شوية زيت زيتونة. فوالا كيما شفتوا حطينا الكمون وزيت زيتونة في الاخر، وتوا ما علينا كي نرحيو الخضرة متاعنا. خليهم هكا في الحا. فوالا الفلوتي متاعنا حاضر، البان متاعنا حاضر، توا ما علينا كي نزينوهم في السحنة. اي اتوت. يعطيك الصحة فك الشربة متاع العدس، منفعة وقوة، حتى البقية زادة هايلين ما عندي منقول. وهذا بالديتاي منيو كل واحد فيهم. كومنتري هنا عملت لنا شربة عدس، ومحمد اتفنن في سلطة بيتخاف وسفنيريا. في السويت هنا عملت لنا مقرونة بالإسكالوب والشامبينيون، ومحمد عملنا وراتة مشوية وروز بجبن. وفي الديسير الاثنين عملوا لنا موسى شوكولا. عسلامة شيف. عسلامة مريم. صباح شحوالك. الحمد لله لاباس. دونك توا قدمنا المنيو نتاع محمد مراد، حضرنا منيو مزيان. يعمل سلطة بيتراف ناي. اي حاجة جديدة. حاجة تعرف خير. باهي سورتو ليدي جديده، خاطر برشا يحسبوا لي البيتراف يتاكل كل شيء طيب. البيتراف ناي، الارتيشو تاكل ناي، برشا خضر. النافي تاكل ناي، برشا خضر. باهي دونك نبداو في الديكوستاسيون باش نجمو نعملو ذلك. اي بيان سور. تفضل شيف. شيف توا معنا المنيو نتاع هنا. دونك حضرت لنا حاجه مزيانه زاد، بريزونطاسيون حلوه. اي اونكيت عملتها حلوه فكره. كريم دو لونتي مع بون، عملت معها كروتون وكروديتي، ولهنا عملت بات سوتي مع سكالوب دو بولي مع شامبينيون، وعملت مو شوكولا زاد اونكيت كيما في ميزون معناها. أنكيت معناها في ميزون؟ أنكيت معناها كما تقول أنت سلاة سيزار، تحط معها البارميزان وتحط معها لونشوا وتحط معها الكروتون، يعني يكون والليتي كل حاجة وحدها، معناها الكليون اللي مش ياكل يخلط مع بعض. آه داكور، فهمت. كما توا عملت بنان وحده، كانت نجم تجي تعمل فريز، نجم تعمل ما نعرفش أنا خوخ، نجم تعمل صوص شوكولا بلونش، كل حاجة تكون وحدها. حاجة وحدها أنكيت أنكيت حلوة الأنكيت. نبداو نذوقوا الأنكيت ونشوفوا شنو طلع. وهذه أصعب إبخوف، وقت اللي ذوق شيف طاهر لمنيو باش يعمل رأي من بعد ويقولونا شكون فيكم باش يربح. شنو حوالكم؟ ليش باش نقولكم ظاهرة الروح الرياضية على قوتها ما بين هناء ومحمد. ربي قدر الخير. شكون زعما ربح منكم؟ شكون؟ بيان سور انا. وين اللي ربحت؟ قلت لك انا.
شوف. مبروك. قلت لك اينا اسمع ما تغشش محمد تنطيب لك مش شوكولاي تنكيت. بون توا نعملوا كملنا كملوا لي بلان تاعهم باش نعملوا ليفالياسيون تاعهم الزوز. محمد عمل سلاد بيتراف ودوراد غري مع موس شوكولا وكريمي شانتيي. بون عجبتني حكايه البيتراف اللي هو ني البنين البيتراف ني راهو يتاكل ياسر بنين البيتراف ني وساع كروكو ونصور نيفو فالور نوتريتيف خير ما يكون طيب. بيان سور يلغارد لي فيتامين لي سيل مينيرو نتاعو خاطر نعرفو ديما في الطياب يخرج شويه في الماء الفيتامينات مي جوست هوني نحب نقول اللي فما بعض انواع نتاع خضره خاطر قبيله قلنا معناتها شويه نجمو يقعدوا نايين اما فما عباد اللي عندهم شويه قلق وفما خضره اللي فيها اللي نسميهم دي كومبوزي غازوجين يعطيو شويه الغاز دونك فو ميو العبد اللي عنده مثلا الخشينه ولا اللي ماهوش مستانس ياكل يبدا بارتي كونتيتي معناتها ما يبداش ياكل في البيتراف ناي خاطر في الحلقه هذه عادينا بيتراف ناي مي هو راهو يتاكل اللي تري نوتريتيف اي سورتو انا هوني ديما ننصح لومات باش يزيدوه شويه في الخضره نتاع صغارهم باش يبدل لا كولور والكولور هذيك سي ان بيغمون اللي هو ان انتي اوكسيدون ديما نحكيوا على الانتي اوكسيدون لهنا دونك هذاك اللي يحمينا من معناتها من ليزاتاك من برشا امراض وهي بلوتو هو محمد عمل مع الاسفنيريا دونك سا سماري تري بيان يظهر لي حتى في لي كولور وغابي الزوز دونك حاجه مزيانه برشا وعمل زاد هوني بتيت صوص فيرش حلوه اللي هي ويل دوليف وجي سيترون وتومات شويه بيرسيل وبازيليك وعمل روز ريبيلاف بون روز يتقلى ويعملوا المويمو بالماء سخون ياخذ اللي مش يعمل ريبيلاف جوست اون بتيت كونساي كاس ريبيلاف قدو دو فوا ماء كاس روز قدو دو فوا ماء هو اون فوا ادمي مي بور نو با بخوندر دو ريسك دو فوا ماء دونك هذه هي الحكمه باش يجي روز ليه معجن ليه ويتقلى تحط الزيت ومن بعد كي يسخن الزيت تحط الزبده وبزيد زيت وزبده بوغ يلزم الزبده شايف ما نجموش نستغنيو عليها شويه بنن الزبده اللي يخاف على صحته ما يستعملهاش داكوغ هو حط فيها جبن زاده مايس وفرماج كاري جوست شويه هكا باش بون اونتخو نو معناها جبن ومحوط مشوي راه ساس ماغي با بيان مي اوكي معناها في دارو ينجم يعملها معناها ما تقلقش معناها مي كولينيرمون ما تجيش جبن وهكا سيرتو روز وجبن فوالا كولينيرمون على خاطر هوني نحب جوست نعطي ملاحظه على اون دي روسو اللي يقول لك الحليب والحوت راهم يقلقوا ولا ينجموا يتسبوا في مشاكل في الهضم ولا في الصحه راهم فما حتى ايتود سيانتيفيك قالت اللي راهو الحليب والحوت مع بعضهم يقلقوا معناتها ما يقلقوش ينجم عبد يجربهم يصير له حتى شيء ولا مثلا يكون ان اكزومبل يكون الروبا نتاعو فيه بواسون وياكل كوم ديسير ياغوت مثلا نعطيك روسيت اللي هي سوب مارسيليز فيها الفرماج رابي فوالا اكزاكتومون دونك هذا يعني فكره غلطه لا فكره غلطه لا فكره غلطه ساسمير ساسماري با على البو مي على البو كولينيرمون كيما قلت انت مي ثم حتى صحيا تصور بونتي تعرف خير ما تقلقش معناها ينجم واحد ياخذ حوت ومن بعد ياخذ سيير دو فروماج كوم ديسير فوالا يا با دو بروبليم بي بالنسبه للديسير بون عمل مو شوكولا كريمي شانتيي بون متوسطه جدا مع الفروي فوالا الموس شوكولا سي اون بريباراسيون بون الكريم شانتيي هوني ما نعرفش انا حاضر حاضر زاد اما لا يظهر لي معناتها حتى في الفالور زادت برشا في القيمه الغذائيه معناتها سي تري انرجيتيك بون هوني رومان نحب نقول راهو خاطر ما تعداش بالكل تو في الحلقات بورتون وقت الرومان تعدى اي اما راهو باهي برشا سيرتو بالنسبه للعباد اللي عندهم مشاكل في الهضم فما شكون حتى يعملوا انفوزي القشره نتاعو راهي باهي باهي برشا سيرتو للمصانع الخشينه فوالا دونك هذايا المنيو نتاع اي حاجه برك دكتور رومان باهي راهو مع هكا مو شوكولا باهي تعطيك الكروكون معناها يجي راهو سي با هكا احنا التوانسة نحبوا نقرمشوا نحبوا سي فري دونك باهي عمل لي فور كوميم معناها او نيفو بريزونتاسيون عمل لي فور يعطيه الصحة باهي دونك بالنسبة توا المنيو نتاع هنا عملت لنا سوب بولونتي بلوتو مش سوب كريم دو لونتي اون كيت اون كيت اي اون كيت عملتها جوست كريم دو لونتي حرشه كريم دو لونتي نرحيوها نرحيوها لو ماكسيموم كان عندنا شينوا ايتامين صافيها بالشينوا ايتامين تجي ليس معناها شينوا جويده بالكل تجي ليس بالكدا اما وقتها لازمها تكون جاريه شويه خاطر هكا ما تصورش هكا خاطر هكا بريسك بيوري كان تشوفها معناها يعني ترحيها بزيد شويه
ترحيها بالقدي بقدي مش ما تبديش حرشه ولا نجوسوني على العدس. نحب نقول صحيح هو في برشا حديد وبرشا يقول لك اللي عنده انيميا ياكل العدس، راهو الحديد اللي جينا من المصادر النباتيه راهو لابسوربسيون نتاعو قليله جدا. باغ كونتر اذا كان العدس نزيدوا معاه شويه لحم احمر هذاك مع بعضهم يقوي امتصاص الحديد في البدن. بالنسبة للسويت البات والله انت زاد قلت لي على حكاية البينار، حتى البينار راهو يتك ناي سي تري بون. هي هذاك شنو عملت قص البينار ناي البينار مع شوية هكا فينيغريت ياسر ياسر بنين وصحي ديجا. وعملت معاه اسكالوب دو بولي وشامبينيون، نعاودوها باللي حكيت شامبينيون. شامبينيون راهو ما تخسرش في الماء، شامبينيون يتقشر يتقشر وتمسح بترشون ايميد. هذا بالنسبه للشامبينيون فري فري ما الشامبينيون بانوا يعني يتاكل ناي زاد شامبينيون يتاكل ناي يتاكل ناي يتاكل ناي نجم جوست الاسكالوب والبات هما اللي طيبين. جوست طماطم الحق بون نورمالمون ما تجيش هكا طماطم نيه مع بات طايبه سينو الحق عملتي فور كوميم. انا هوني كي نغزل لي كروديتي نلقى في لي زاكومبانيومون اللي هو سفنيريا فقوس وطماطم دونك سي بون عندنا البورسيون دو ليغوم. بالنسبه للديسير نتاعها موس شوكولا اون كيت. هذايا موس شوكولا عندي صاحبي مسيش باش نقولها وسيم يموت على حاجه اسمها موس شوكولا هو الموس شوكولا البنين دونك هذايا هذايا معايا هذايا كادو من عند الحصه من عند الحصه لصاحبي وسيم هاكا يجيني للدار تعطي موس شوكولا. الحاجه الباهيه اللي عملتها وحدها دونك حطت الشوكولاته عملت بالعظم عملت شوكولا ولي شوكولا نوار دونك عملت فور حلوه زاد هكا ولا تو تريزا لا مود راهو حكيت هكا اون كيت لي سالات سيزار اون كيت هذه اون كيت نجم تزيد معاها ما نعرفش انا بوات نجم كيوي فريز اون بتي صوص شوكولا هكا شود معناها تخرجها اون كيت نجم تزيد معاها برشا تنجم تزيد معاها حتى لونغ دو شا ترومبي في الشوكولا معناها برشا تو لي وخاجين سيرتو لي اون بروشيت ولا في الوي اون بروشيت فوالا في الجو جوست شيف حلوه ولا لا بنينه معناتها ماهيش سكري ما زادتش سكر هي يظهر لي خاطر في التحضير نتاعها ما زادتش سكر اكسيلون دونك فوالا حبتها تكون لايت لو ماكسيموم اي بورتون عجبتك شيف معناتها راهو الاضافه نتاع السكر ماهيش ديما لازمه في لي ديسير لي باتيسري مش لازم مش ديما فوالا دونك المنيو نتاع هنا كان اكيليبري المنيو نتاع مراد زاد نتاع محمد زاد باهي بريزونتاسيون حلوه وعملوا دي زيفور زوز اما لازم باش نختاروا دونك اليوم الاختيار كان صعيب شويه عند شكون اللعبه شيف عند هنا فوالا دونك ان شاء الله مبروك عليك هنا الكادو من عند دبارة تونسية. يعطيك الصحة محمد زيدا وأنستونا اليوم في الحلقة متاع دبارة تونسية. مرسي. برافو ليك يا هنا، هذوما الكادوات اللي كنتي من اهداء روسيل هوبس. نتقابلوا بالله ان شاء الله الجمعة الجاية في حلقة جديدة من دبارة تونسية. من هون الوقت نقولكم باي.